اكيد لسه مكملين احتفالنا مع طبعا مع ابطال العرب لكره الطائره السيدات. الحقيقه طبعا الاستوديو كان نفسنا يبقى فيه كل الجهاز الفني واللاعبات، يمكن كابتن حمدي الصافي. محتاجين نشكر اعضاء الجهاز اللي مش معانا. اتفضل يا كابتن. الحقيقه طبعا احنا عندنا جهاز على اعلى مستوى، عندنا الكابتن ممدوح نور مشرف عام، كابتن ياسر صلاح مدرب عام، الكابتن ايهاب حسن اداري، كابتن رانيا عبد العزيز طبعا مخطط احمال ولياقه بدنيه، وكابتن سيد سليم علاج طبيعي، ودكتوره ايمان دكتور طبيب. وكمان كان في مجموعه من اللاعبات يمكن اربعه كانوا خارج البطوله. الحقيقه طبعا احنا ظروف البطوله 12 لاعب فقط، ولكن عندنا مجموعه من اللاعبات طبعا لا يقل مستوى عن الموجودين. عندنا مريم متولي ظروف الاصابه منعتها، عندنا مروه مجدي، ايه الشافعي، مايا ممدوح، سلمى سعد، وندى وليد. الحقيقه يعني كلهم مجموعه متميزه جدا، وساعدونا في فتره الاعداد وكانوا موجودين معانا، وان شاء الله هيبقوا موجودين معانا في المستقبل باذن الله. طب كابتن يعني نقطع التورته مع بعض، يلا بينا، والف الف مبروك. يلا كابتن حمدي معايا، كابتن مجدي اتفضلوا يا جماعه. يلا الف الف مبروك، اسعدتونا بالبطوله يا جماعه، ويا رب تكسبوا انتوا، وان شاء الله نحتفل بيكوا يعني مرارا وتكرارا يا رب. ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه. طبعا يا رب يكتر بطولاتنا ومكسبنا، ونادي الاهلي لا ينقطع فيه البطولات. النهارده احتفلنا ببطوله الباسكت، وامبارح احتفلنا ببطوله الكره الطائره، ولسه منتظرين كمان وكمان بطولات ان شاء الله. واكيد ملوك الصالات هيكونوا واقفين يعني في ظهر كل فرقنا، لان ده واجبنا الطبيعي، وكره النادي الاهلي ده واجبها انها تبقى واقفه جنب الابطال الحقيقه، اللي هم اللي بيضحوا بالعرق والمجهود. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونتقابل تاني ان شاء الله في ملوك الصالات في رحله جديده وقصه جديده من قصص ملوك الصالات. تصبحوا على خير. We'll be right back.